جبر ولا تفويض. قال الإمام الحسن عليه السلام: من لم يؤمن بالله قضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر. إن الله لا يطاع استكراها ولا يعصى لغلبه، لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك. فلو أجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم لكان عجزا في القدرة. ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعات كانت له المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية كانت الحجة عليهم.